المنتجات اللي بتشارك فيها في الأعمار؟ احنا شركة الفيروز للصناعة والتجارة الدولية، تخصصنا في الشنط والأكياس ومواد التعبئة والتجليف. جميع منتجات البلاستيك في التعبئة والتجليف، عندنا البابلز، مشمع التجليف، الكرتون المضلع، عندنا الاسترتش الصناعي، الاسترتشات الغذائية لجميع أنواعها، سواء محلي أو مستورد. ودي منتجاتنا. هل دي أول سنة شاركت فيها في المعرض؟ دي أول سنة شاركت. شاركت في معارض قبل كده؟ لا، هنا في القاهرة، في مصر لا. شايف التوافد على المعرض السنة دي يعني عموما يعني شايف ان هو معقول او كويس؟ شايفين كويس، يعني مش بطال، يعني التواجد كويس، ويعني حاجه مشجعه ان الواحد يفضل يستمر في المعارض. يعني احنا شركه طلعات لماكينات التعبئه والتجليف، كل ما يخص او ما يستلزم لماكينات التعبئه والتجليف، الادويه او الغذائي الصناعي، تمام، مستحضرات التجميل، كوزماتكس عموما، كيميكال، ده متوفر عندنا. اوكي، المنتجات بتاعتنا موجوده على مستوى الشرق الاوسط، داخل مصر، السعوديه، في ليبيا، في السودان. أول مرة تشاركوا في المعرض السنة دي؟ لا، حضرتك احنا مشاركين دايما في المعرض. طب ايه اللي اختلف السنة دي عن السنين اللي فاتت؟ والله في يعني يقول نسبة الإقبال شوية في أعلى من السنوات الماضية، تمام؟ في نسبة مشاركين أعلى، وده يا ريت يكون في السنوات القادمة إن شاء الله. الإقبال في مصر أكتر، لأن بدأ ناس كتير تنزل مصر لظروف معينة، لظروف بلدنا دلوقتي، بدأ بقى في إقبال علينا أكتر، بقى يجي لنا ناس عايزة تاخد شغلنا كتير، لأن زي ما أنت عارفة طبعًا سعر الجنيه نزل قوي، فدي فرصتنا دلوقتي إن إحنا نقدر نصدر لبره كويس يعني. فبقى في إقبال على الشغل. وبالنسبه للعماله نفسها، هل لسه في ناس بتحاول تحترف؟ والله احنا بنجاهد مع العماله، والحمد لله. يعني هنا الموضوع صعب شويه، لان تعليم الناس ممكن يدخلوا عندي 5 كل سنه مثلا، عشان يطلع منهم 1 أو 2 بيبقى الموضوع مش سهل، بس الحمد لله يعني مستمرين في التعليم، فده بيخلينا بيدينا تقل اكتر في الشغل بتاعنا. الاسعار، عرفنا الاسعار بتتراحم؟ والله اسعارنا الحمد لله، يعني احنا عاملين دلوقتي السوق المصري بعض المنتجات، زي منتج زي ده اسمه الحروف، ده منتج بتنزلي تلاقي المنتجات بتاع الاسم بتاعك، ممكن تلاقي اسمك موجود في المكتبه على طول، تشتريه جاهز، حاجه بيرسونالز لاي عميل. العميل قاعد بيطلب طلب، بنشوف بيجيبه ازاي افضل طريقه بما يتوافق مع القوانين، وبندخل له البضاعة بتاعته لغاية عنده في مخزنه، بنقوم العملية كلها، سواء شحن، تخفيض كوميونتي، لو عايز نستوردها له على حسب هنا مفيش مشكلة، لغاية مخزنه. طب ايه اللي اشتركت بيه السنة دي في المعرض؟ احنا اشتركنا، احنا برضه عندنا شركة شقيقة لينا في حاجات منتجات يدوية معمولة كلها هاند ميد من ادسل، يعني كلها يدويه، بالاضافه احنا شركه شقيقه عشان بنخدمهم على موضوع التصدير والتطبيق.